سيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. حلقتنا هذا المساء نقسمها إلى ثلاثة محاور متنوعة: متابعة لحالة الطقس من مركز طقس العرب، القرارات الحكومية الجديدة، ومتابعة للملف اللبناني. أجواء فصل الشتاء باتت بيننا، وتحذيرات من تقلب الطقس وسيول في الأودية. للمزيد حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا الأستاذ جمال الموسى من مركز طقس العرب. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير لك ومساء الخير لجميع المستمعين. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال. بداية، إذا كان لك أن تضعنا في آخر تطورات الطقس. أول شيء، الليلة في حالة من عدم الاستقرار الجوي. نعم، الأجواء غائمة جزئيا. بعد منتصف الليل إن شاء الله بتكون الأجواء غائمة تقريبا. تدريجيا تتهيأ الفرصة لسقوط سخات رعدية من المطر في مختلف مناطق المملكة، لكن يكون اكثر شده في المناطق الجنوبيه والشرقيه. وهذه هاي الوضعيه اليوم الليله وغدا صباحا. الخميس اثناء النهار تقريبا بيشبه اجواء اليوم اللي كانت في النهار، ما بين مشمسه وغائمه جزئيا. الحراره العظمى بتكون بحدود 23 درجه مئويه. لكن السبت في عندنا حاله جويه اكثر شده، بنتوقع انه يطرا انخفاض على درجات الحراره. اجواء غائمه ماطره، احيانا الامطار بتكون غزيره، قد تسبب سيول، فيضانات، ارتفاع منسوب المياه خاصه في المناطق الجنوبيه من المملكه. يعني يوم السبت تقريبا اجواء بارده نسبيا، غائمه، ماطره، الامطار بتكون على شكل زخات من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وأحيانا بتكون غزيرة. طبعا في تحذيرات من هيك وضعية، اللي هي خطر الانزلاقات خاصة في بداية أول ما تبلش الأمطار تتساقط. اثنين، من سرعة الرياح أحيانا، وبنهيب إن الناس تثبت الأجسام القابلة للطيران أو سهلة التحرك. ايضا سرعه الرياح ما قد ينتج عنها من اثاره الغبار والاتربه، وهذا طبعا يؤدي الى تدني مدى الرؤيه الافقيه. وطبعا من حالات عدم الاستقرار الجوي او من ميزاتها انها بصاحبها غيوم ركاميه. هذه الغيوم الركاميه ينتج عنها امطار رعديه، يعني فيها برق وبرد ورعد، وايضا احيانا صواعق، لانه من هذه الغيوم قد يكون التفريغ الكهربائي احيانا في نفس الغيمه نفسها، او من غيمه الى غيمه، او من غيمه الى الارض كما حصل الاسبوع الماضي واثر في على بعض بيوت في عمان، وهي هي الصواعق. في حين انه درجه حراره البرق، هذا شعاع البرق اللي بنشوفه، هي تعادل تقريبا 33 ألف درجة مئوية، إذا هي خطيرة، قد ينتج عنها خطورة بعض الحرائق، أو إذا ما لامست أشجار طويلة أو عمارات مرتفعة أحيانا، أو ضربت في شيء قد تؤذي أكيد 100%. ونسبة اللي بيموتوا من الصواعق عادة في الولايات المتحدة نسبتهم حوالي 93 شخص سنويا، فهي خطيرة إذا، وهي تصنف من الكوارث الناتجة عن الظواهر الجوية. أيضا من غزارة الأمطار، وقد يرتفع منسوب المياه، لأنه من ميزات حالة عدم الاستقرار الجوي سقوط كميات كبيرة من المطر في فترة زمنية قليلة. هذه قد تؤدي أحيانا إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث السيول في الأودية والمنخفضات، وحدوث أيضا بعض الفيضانات وارتفاع طبعا اعتبارا يوم الأحد تميل الأجواء إلى الاستقرار بإذن الله تدريجيا، وأيضا تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي اعتبارا يوم الأحد. نعم، إذا يوم الأحد بإذن الله تميل الأجواء إلى الاستقرار. أستاذ جمال، في المرة السابقة أو المرة الأخيرة تم التحذير من تشكل السيول، يعني وتحذير للمواطنين من التوجه إلى الأودية. هل من المتوقع في بعض الأحيان أن تتغير هذه الأحوال الجوية بآخر لحظة، لأنه لم يحدث شيء يعني، أم أنه الآن يجب أخذ الحيطة والحذر حتى لا تتكرر يعني الحوادث السابقة التي شاهدناها العام الماضي بشكل عام بحسب تغيرات الطقس من ساعة لأخرى؟
هو يجب أخذ الحيطة والحذر. الأوضاع الجوية ملائمة لحدوث مثل هيك حالات، إذا واجب علينا أن نطلع إنذار تحذير مبكر للناس حتى يأخذوا الاحتياطات اللازمة. هلا مو بالضرورة مثل المدن، أحيانا ما ممكن يصير فيها إلا في حالات جوية قوية بعض الفيضانات أو السيول، لكن في أماكن الأودية والمنخفضات هنا يحذر أو أنه يفضل أنه الناس ما تروح لأماكن جريان الأودية ومناطق الوديان والمناطق المنخفضة، خاصة في حالات عدم الاستقرار الجوي، لأنه أيضا من ميزات حالة عدم الاستقرار الجوي أنه ينتج عنها أمطار أو على شكل زخات بتكون مختلفة الشدة من حيث الزمان والمكان، يعني حتى في نفس المكان الواحد ممكن تختلف في الشدة بين لحظة ولحظة، وأيضا تختلف في الشدة من مكان إلى آخر في نفس الوقت، يعني حتى في نفس المدينة ممكن تكون في حي شديدة، في حي أخف شدة، في حي أكثر شدة. هذه من ميزات أيضا حالات عدم الاستقرار الجوي. إذا في هيك حالات واجب علينا التحذير، ويجب أن نحذر، ودائما نتمنى السلام للجميع. وأيضا أحيانا بتكون هذه متفرقة، يعني ليست تحدث في مكان واحد إنما في أماكن مختلفة، وأحيانا قد تحدث إحنا ما نلمسها لكن تكون قد حدثت في أماكن غير مأهولة بالسكان، لكن هي كوضعية جوية هي موجودة، ولما تكون موجودة على كل العاملين في التنبؤات الجوية واللي بيصدروا نشرات جوية يجب أنهم يحذروا منها. وإحنا تكرارا حكينا أنه دائما أنه نحذر من حدوث الشيء ونأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لو ما حدثش الشيء، أفضل من أن لا نحذر منه ويحدث، لأنه من مهام الأرصاد ومرافق الأرصاد الجوية في العالم هي حماية الأرواح والممتلكات من أجل راحة الناس ومن أجل تحذيرهم ومن أجل أنه نضع هاي النشرات أمام متخذي القرارات حتى أنه دائما نأمن السلام ونحفظ الممتلكات. نعم. طيب أستاذ جمال، يعني في نهاية هذا الأسبوع سيبدأ التوقيت الشتوي، متى يعني سيلتمس أو سنلمس فعليا فصل الشتاء عفوا بشكل واضح فيما يتعلق بدرجات الحرارة المنخفضة، هطول الأمطار؟ هل هذا واضح في التنبؤات المقبلة أم أننا نحتاج إلى المزيد من الوقت حتى نشعر بفصل الشتاء فعليا؟ وعادة دائما أنا من خبرتي الطويلة بشعر أنه دائما بحدود بعد 15-11 هو تقريبا الحد الفاصل، وليس بالضبط 15-11، يعني زائد أسبوع أو ناقص أسبوع. فحول 15-11 دائما بتكون النقلة النوعية ما بين الحرارات المرتفعة نسبيا والحرارات المنخفضة، وتقريبا تبدأ الحالات الجوية والمنخفضات الجوية تتشكل في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبتكون تقريبا هناك نقل نوعي اعتبارا من هذا التاريخ، طبعا ليس بالضبط زائد أو ناقص لأنه هاي مدار سنة تختلف مرات، يعني مرات تيجي ب 15-11 بالضبط، مرات 18، مرات ب 20، مرات حتى ب 25، إذا في عندنا زائد أو ناقص كم يوم، لكن في هالفترة هاي دائما بتحدث تغيير واضح على الحرارة وعلى كميات الأمطار، وهذا ينعكس حتى على لبس الناس، يعني بعد 15-11 تقريبا يجب أن اللبس يأخذ الواحد اللباس الشتوي ويأخذ احتياطاته اللازمة. فهذه هي دائما هذا إحصائيا تقريبا ومناخيا. وإحنا معروف عندنا كان في الأرصاد الجوية ومرافق الأرصاد الجوية وعندنا في الأردن من سجلات المناخية أنه دائما الموسم الشتوي يبدأ من تقريبا 15-11 وبيستمر ل 15-4، ومش معنى ذلك انه لا يحدث امطار قبله او بعد هذا التاريخ، يحدث امطار لكن انا بحكي عن موسم والموسم يختلف، انما تسقط الامطار ممكن حتى احيانا في شهر 5 واحيانا سقطت في 6، وبذكر مره في سنه 86 سقطت ب 88 2-7، واحيانا كانت مره ب 17-8، لكن ليس بالضروره انه هذا موسم شتوي، وما انه نربط سقوط الامطار بس بفصل الشتاء،
ممكن عندنا في الخريف، وبالخريف بدايته زي ما حكينا بتحدث حالات عدم استقرار جوي واضحه، لكن في الجزء الاخير من الخريف وبدايه فصل الشتاء تحدث الانظمه الجويه اللي هي بتكون عباره عن منخفضات جويه جبهويه بتاثر لها انظمتها والى قوانينها ونظرياتها، وهي اللي بتعطينا اكبر كميات امطار في الاردن، وهي اللي بتعطينا ايضا بتجذب لنا الكتل الهوائيه البارده وبتنخفض درجات الحراره ومعدلات درجات الحراره. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال الموسى من مركز طقس العرب، حدثتنا عن الموسم المطر القادم وفصل الشتاء بشكل عام، بالإضافة إلى آخر مستجدات حالة الطقس وآخر التطورات. شكرا جزيلا لك. نتوقف الآن مع فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نعود لمحورنا الثاني، حديث حول قرارات اقتصادية حكومية.